يعملوا رفاهية مسائية قبل المغرب أهو، بيلعبوا مع بعضهم، فاختلاط الأولاد مع بعضهم بيدي إيه؟ الرحلة مع بعضهم، بيشيلوا الحصيرة مع بعض وبيغطوا بها، عاملوا بيت يعني كأنه بيت أهو، بيعرشوا البيت أهوت. أيوه، وعملوا مش مشكلة، بتنشف الشمس، بتنشف الشمس أه. بيتفاهموا مع بعض، يبقى أفضل حاجة خلط الأولاد مع بعض، يعني حتى لو حد عنده عيب في التربية، عيب في شذوذ في التربية، في مثلا إفراط أو تفريط، التفاهم مع بعض بإيه؟ بيقاوموا بعض، نحس على السلوكيات. ها 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 ها، بنت بنت تقول لو سمحت يا بنت ما تشديش حد، يا بنت بنت يا لولا ما تشديش حد، قول له تعالى يا حمود بالكلام، لا ما تشدش كده، ما حدش يشد حد، وانت يا ولد اسمع كلام، يا ولد يا ولد قوم اسمع كلام غير اصحابك، شو زملاتك، هو بيعاند بيعاند، اللي هيعاند مش هيجي معانا على طول، يبقى وحش مش هيجي معانا. انت واقف ولد، ما تعاندش يا ولد، تتعلم تسمعوا الكلام وتساعدوا بعض، يلا اشتغلوا مع بعض وشوفوا هتعملوا ايه الاول، يلا ساعدوا بعض، يلا هما بيعملوا مش تهد لهم، تشيل معاهم، يلا يلا عشان تبقى زيهم، تبقى شاطر زيهم كده. طبعا بيبنوا البيت، وكل واحد البنات طبعا قايمين بدور، والطفل عنيد شويه، ولكن يلا هو برضه يحسن حاجه في السلوكيه، الاخطاء السلوكيه او الاخطاء السلوكيه في ناتجه من يعني هو افراط او تفريط، مش عاوزين نقول سوء التربيه، بس هي معروفه كده، في عيب في التربيه او بنسميه السوء سلوكيه، يعني سلوكيات ايه المفرطه او تفريط طفل العنيد بالذات. هم الاولاد اهي بيلعبوا مع بعض وعاملين بيت وفرحانين ومشتركين مع بعض، يبقى بيتعلموا الاشتراك، بيتعلموا السلوكيه انهم مع بعض، انهم غرباء عن بعضهم، صح هم اولاد عمومه، ولكن في النهايه كل واحد من بيت، فالتربيه هنا بتطغى على الاولاد والبنات. ها يلا هتطلع نمشي ولا اسيبكم بقى ونمشي؟ ها ها انتوا عاوزين تيجوا وخلاص بقى، ها امشي بقى، ها يلا ها هم مش عاوزين يجوا بقى، ها عملوا البيت وقعدوا فيه. نعم هنروح احنا ولا لا؟ ما يلا عشان المغرب هيدا مش هنلحق، يلا يلا المغرب هيدا، هيا يلا ها يلا بقى، انتوا عملتوا البيت خلاص، يلا انزل امسك، يلا بقى يلا اطلع من البيت، يلا ادي لعب الاطفال، تجهيز البيت، بس يا ولد ما تضربش حد، يا ولد يا ولد تعالى من السلوكيات، يا ولد صح يا ولد، اتكلم باللسان، محدش يضرب حد، محدش يضرب حد، محدش يضرب حد، خليكوا شاطرين، يلا تيتي ها يا بنت بنت، محدش يضرب حد، حط البتاع، لا 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 محدش يضرب حد، يلا يلا عشان نمشي، ها انتوا مش عاوزين بقى تيجوا امشاني، ها يلا اللي عاوز يجي يلا عشان همشي، ها يلا اللي هيجي يجي، يلا عشان نروح الرحلة النهرية، يلا هنطلع نروح الرحلة التانية، ها مين هيجي رحلة النهرية الشجرة والبحر، ها يلا يا بنتي يا لولا يا تيتي تيتي، ها تيتي يو تيتي، مش عاوزة تيجي، انتوا حرين بقى، امشي بقى انا، يلا عشان نمشي، ها يلا يلا انزلوا عشان نروح الرحلة التانية بقى، ها يلا تيتي معاهم، يلا نروح الرحلة التانية بسرعة، يلا ها الرحلة البحرية، يلا بسرعة بسرعة عشان نروح الرحلة البحرية، ها يلا هيا. وادي الأولاد خلصنا رحلة سطحية، الرحلة السطحية بتاعت السطح، خلصوا اللعبة بتاعتهم ونازلين إن شاء الله، ويلا يا تيت يلا انزلي معاهم بقى عشان ننزل نروح الرحلة، يلا نروح الرحلة التانية، يلا ها سلام عليكم.